السلام عليكم، عليكم فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم نتكلم معاكم بالسيارة. ليش؟ لأن القطعة اللي بنستعرضها اليوم للسيارة بتكون، طبعا هي ما بلازم انها تكون في السيارة، بعض الناس يستخدمونها برا في المكاتب، بس اتوقع هي المصنوعة للسيارة. طبعا ما فتحت القطعة، راح افتحها معاكم الحين نشوف. طيب هذه القطعة، هي ستاند للسيارة بالنسبة للسيارة، اتوقع برضو مكتوب هنا للسيارة، بس بعض الأشخاص أشوفهم مقاطع في اليوتيوب برضو يخلونها في المكتب. طريقة حلوة، أتوقع باخذ دي بحطها في المكتب هذا اللي موجود عندي قديمة. القديمة راح أشيلها. ليش؟ راح أقول لكم ليش. أول حاجة دي شدت معي تقريبا 3 سنوات، الحين طاحت القطعة اللي هنا مثل ما تشوفون هنا، برضو هذه قريب تطيح. والجوال اللي ركبته الحين اجي اتكلم فيديو يطيح الجوال بالحال، يزلق من هنا من مكان دائما مفتوحه. الحين برضو هي ما تمسك هنا، تعبت وانا ابيزها وانظف وانظف المكان. والمشكله في شنو برضو ان الاشياء السلبيه اللي راح اقولها لكم انا هنا، انا بحثت عنها هنا وتاكدت انها مش موجوده. برضو الحركه اللي ما احبها انا ان اركب الجوال، لو ضغط الجوال هنا في القديمه راح تمسك كذا. هذا كويس اوكي، بس اذا جيت اركب الجوال لازم اسحب هذا واسحب هذا اثنين او اثنينهم مع بعض عشان يفتحون بعدين احط الجوال. طريقه سهله بس تمنيت انها تكون طريقه مثل ما تقولون احدث. فبحثت تقريبا لي اسبوع او اسبوعين ابحث، حصلت كذا قطعه ورسيت على هذه القطعه. راح نفتحها معكم الحين ونشوف الميزات الداخليه. طبعا فيها ضمان 12 شهر، معلومات الشركه وكل شيء موجود هنا. ميزة القطعة هذه ان ستاند مثل ما تشوفون، نفس هذا الستاند، ستاند يعني عادي، بس انك حطيت جوالك ستاند في كيبل موجود تركبه مدخل الشحن، بس تحط جوالك راح يشحن جوالك. هذا اللي شدني وخلاني اشتريها. نفتح معكم القطعة ونشوف. فتحت المقلوب. لا والله مش المقلوب عادي، بس طاح شيء ثاني صح؟ طاحت معي ذي القطعة. طيب هذا الموجود الشاحن، والحلو فيها برضو السلك ممتاز. والشيء اللي عاجبني فيه انه مثل ما تشوفون شواحن جديدة يو اس بي تايب سي، مش اليو اس بي العادي. برضو الماتيريال حقت السلك ممتازة مثل ما تشوفون. طيب هذه القاعدة راح نحطها معاكم، بس تشوف لها مكان، اتوقع نفس المكان اللي قبل او فوق. هذا راح تمسك فيها الجهاز والوايرلس اللي فيها. طبعا راح اقول لكم كل الميزات اللي فيها وليش تفضلت هذه عن غيرها، بس خلونا نركب كل شيء ونشوف. تقدر تركبها بهذه العصا، وانك تقدر تشيل العصا هذه وتركبها على طول دايركت، يعني تكون صغيره نفس هذه، او تبيها بالطويله كذا. اتوقع لحق سيارات كبار، لكن اتوقع انا راح اشيلها، انا ما احتاج المسافه. شوف والله ابى اخليها الحين وبعدين نشوف. هذا اللي بس يجي معاها. طبعا الوايرلس تشارجر راح يعطيك الماكسيموم حقه، على شيء راح يعطيك 10 واط، شيء حلو للسياره. طبعا تقدر تركبها على اي مكان عندك، او انك تقدر تركبها في المكيف. هذه القطعه تقدر تركبها في مكان المكيف وتسكر عليها مثل كذا وتمسك في مكان المكيف. بس ما ادري، اتوقع في السعوديه والاماكن الحاره حلو انك تحطها مكان المكيف في الصيف وتشغل المكيف، فراح يضرب البرد على الجهاز. لكن هنا عندنا نبي نحطها مكان يدفي ما يبرد. اوكي، مثل ما قلت لكم ساعات هذه كانت هنا، اتوقع اني الجديده مسكت على طول. اتوقع الجديده راح احطها فوق، افضل ان هنا الساعه ولا شيء. طبعا دي القطعه تحطها انا هنا للكاميرا، قبل شوي قاعد اكلمكم والكاميرا هنا موجوده، فاتوقع راح احط القطعه دي فوق هنا. شوف هل انا اقدر احطها مثل ما قلت لكم بذي القطعه كامل، او اني اشيل ذا العمود واحطها بدون. اتوقع انها كذا كويسه، بحاول اني بركبها كذا، اذا ما عجبتني بعدين بشيل القطعه ذي بخليها بدون. بس اتوقع لو بدون ما ادري هل بيصقع الجوال هنا، لو انه بدون اتوقع احطها هنا، بس نشوف الحين نخليها هنا ونشوف. طيب ركبت القطعه الحين، واتضح لي بعد برضو ان في ذي اللي فتحت هذا اللي ورا راح اقدر اطولها زياده. اتوقع كذا كويسه، بس باقي اني امسك ذي اللي ورا. ما ادري، احس انه غيرت رايي، راح اشيلها واركبها هنا. احس انه مكانها كبير هنا، كان عندي ترك يمكن اوكي، بس انه سياره صغيره بحطها هنا. طيب ركبتها هنا، اتوقع افضل مكانها بكثير من فوق.
ان شاء الله تمسك. بس المشكله مثل ما قلت لكم الساعه والاشياء اللي ورا ما راح اقدر اشوفها. الشيء برضو اللي ما يجي معاها مدخل الشاحن، لازم تشتري لك مدخل شاحن عشان تحطه. طيب نحط مدخل الشاحن نجرب الحين. شوف الحين طبعا لازم نشوف لها حل، ده نشوف احطه في اي مكان ارجع ورا شيء ما بعجبني كذا يركب هنا. بس نبي اسوي له شيء. اللي عاجبني في هذه القطعه ان تركب جوالك بس المس هنا يفتح عندك، بس تركب جوالك يتسكر الحال ويبدا الشحن. شوف الجوال قاعد يشحن الحين، صرت بتشيل جوالك بس المس هنا يفتح معاك تشيل الجوال، تحط الجوال يبدا الشحن ويسكر. وبس هذا الفيديو، ان شاء الله عجبكم. واللي حابب يشتري القطعه رابط القطعه تحت موجود في الوصف. وفي نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.